كاتب العام المركزي لاتحاد النقابات الاداريه بالمغرب. بعد ما كنتكلموا على الاضراب الوطني قطاع سياره الاجره اللي هو بتاريخ 19/8/2021 واللي تفرض على النقابات المهنيه تلبيه للطلب ديال المهنيين فيما يتعلق السائق والمستغل ديال سياره الاجره. بعد ما كنتكلموا على السائق وهو انه غياب الضمان والاجراءات اللي هي كتحميه كسائق لا في المداومه ولا في الاستفاده من التغطيه الصحيه ولا الاستفاده من التعويض على جميع بالنسبه للكوفيد بالنسبه لواحد العدد ديال الاجراءات. ملي كنتكلموا على المستغل فهو اصبح في واحد الوضعيه غير مستقره لانه كتصدر حق واحكام ديال استرجاع الرخصه لصاحب المحدوديه ناهيك عن الغرامات التهديديه اللي هي اصبحت كتنفذ في حقهم واللي هي حجزت لهم واحد العدد ديال السيارات ديالهم والاملاك ديالهم وهذا اصبح كيهدد استقرار ديال قطاع سياره الاجره بصفه عامه. لهذا اصبحنا مطالبين ناهيك عن المنافسه الغير شريفه بان كنتكلموا على قطاع سياره الاجره هاد كوفيد 19 اللي هو استمر سنه ونصف ديال 50%. اشنو هو المقابل ديال النقل العمومي اللي هو كيمشي اكثر من 200%. كنتكلموا على الطوبيس، كنتكلموا على النقل المزدوج، كنتكلموا على واحد العدد، كنتكلموا على التراموي، كنتكلموا على 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 التران، هذا واحد العدد اللي هو كيأكد على ان قطاع سياره الاجره في واحد الوزاره اللي هي ما كتحميش. حنا كنتكلموا على الوزاره الداخليه خاصها تكون عندها الا بغات تبقى هاد القطاع كتحتضنه خاصها تاخذوا بعين الاعتبار لان هنا كاين واحد التضارب على مستوى العمالات. كل عماله كتلقى بالغاء، كل عامل كيسرح بالقرار ديالو لان كنقولوا كفانا القرارات العمال، كفانا الاجراءات الغير المتوازيه. القطاع خاصه الاطار اللي هو كينظمه وتيحميه ويصبح واحد القطاع مهيكل كيضمن الجميع الحقوق والواجبات.